بديتي من كبرين شنو تريدين؟ شنو طموحك؟ شنو تريدين تصيرين بالمستقبل؟ محامية. تحبين المحاماة؟ اي يعني عدوان مشاكل المحامين. تحبين المشاكل انتي؟ لا مثل شلون احب انه اساعد الناس، مثلا المشاكل احب انه انا احلها. حلو، لان وقفه لازم احنا نتعلم انه احنا بالتفاهم. صح والله عفوا، ما يزعلك وش نتعصب. طيب.